السلام عليكم، انا رضا عدام احد ساكنه ديال اقامه نواصر بارك دو وممثل السكان بتفويض قانوني منهم امام السلطات وامام المحاكم والادارات العموميه وامام المقاول او شركه المقاوله اللي باعت لنا شركه الانعاش المنعش العقاري اللي باع لنا هذا الوهم اللي سميته سكان اوستوندين، علما انه لا يرقى الى الى الى, الى, الى ادنى اسطوندين كاين في المغرب. التصدعات هي ستعينونها بعيونكم بعد قليل، ياك هنالك خروقات في السنديك وفي التسيير ديال الاقامه الى غير ذلك، غياب تام لمن يسير الاقامه، كنتوصلوا غير فواتير توصلنا بها في شهر فبراير فقط تفيد ان هنالك اعمال كثيره قامت الى غير ذلك، هذا من جهه. من جهه اخرى الشركه ممثل ديالها غائب غيابا تاما وحاطين لنا واحد الموظف هنايا يمكن تربطه قرابه بمسير الشركه المنعشه العقاريه ويدعي انه كل شيء. مده هذه في الغياب ديالو شهر ثلاثه صرح العمال بدعوى انه ما عندوش باش يخلصهم ما عندوش الاجر. احنا عودنا دمجنا هاد العمال معانا وادينا الاجور ديالهم، لقينا فواتير متاخره ديال لوين خلصناها، لقينا مشاكل عده صلحناها، حافظنا على كورونا وحافظنا على طرف الخبز ديال الناس، لانه كوميم هاد الناس اللي غيتصرحوا في ظرفيه خاصه في المغرب عيب على مقاول ومنعش عقاري انه يقوم بمثل هذه الافعال، عيب ثم عيب ثم عيب. يعني البلاد كلها مع مجنده مرصعيب جلاله باش نحافظوا على ماء الوجه ونقضوا البلاد ديالنا ونحافظوا على طرف الخبز ديال عباد الله المساكن اللي ما عندهمش واللي عندهم، ويجي واحد السيد ويطرد الجميع بدون موجب حق. إذن وضعت يدي في جيبي وبديت كنصرف، وسمعوها الاخوان اللي معنا في لا ريزيدونس وضامنا جميعا بانشاء واحد الصندوق ما بيناتنا اللي به تنخلصوا للناس. الحارس الليلي عندكم يمكن لكم تسول الحارس النهار تسولوا يمكن تسولوا الجميع وغادي تشوفوا هادشي. السيد ملي تواجه هذا الامر دازت 3 شهور بغى يدير جمع عام دابا في اطار كورونا، قلت ليه ما يمكنش نديروا جمع عام ما يمكنش نديروا الدعوه للجمع العام. جا نهار 31 في نهار الحد اللي فات الاول البارح 31 ماي هنا طرد الحارس الليلي قال لي سير في حالتك، وجاب واحد الشركه غير متعاقد معها وغير مصوت عليها في جمع عام كما هو متفق معروف في المغرب وفي القوانين المعمول بها، وطرد السيد قال لي سير في حالتك سرحه بدون ما يعطيه الواجبات ديالو والمستحقات ديالو، علما انه ما خدامش معاه وعلما انه هو اصلا هذا الشخص اللي قام بهذا السلوك لا صفه قانونيه له لا في شركه الانعاش العقاري ولا نعرفه كاتحاد الملاك. قلت لي اعطيني ما يفيد انك انت منعش العقاري وانك انت مسير الشركه معه، تعطيني ايضا انك وصل قانوني انك رئيس اتحاد الملاك في هذه الاقامه، دون هذه الوثيقتان دون هذه الحجج الله يجازيك بخير خاصك تغادر الاقامه ديالنا، لان انت غير انسان كوميرسيال يعني ممثل تجاري ديال الشركه كتجيب الزبائن باش توريهم الشقق. حنا عائلات مجموعين هنايا، عندنا وليداتنا عندنا عيالاتنا عندنا خواتاتنا عندنا مواتنا جيراننا، ما تبقاش داخل خارج علينا حنا وحنا عائله مع بعضياتنا، وتجي تبقى دير هاد الشطط ديالك. جا دا الشجر حيدو دا لاحو دا النخال كيجري على الخدامه يخدم هذا يحيد هذاك باش من صفه قانونيه. سبني ما خلى فيا حتى شي حاجه، وهذا مثبت في محضر لدى الدرك الملكي بمعيتي عده جهود، لان مشينا من هنايا 23 شاهد على الواقعه، وصلنا للدرك الملكي ما دخلت 10 معايا حفاظا على سلامه الاخوان ديالنا اللي في الدرك، لان احنا كنا تنخدموا وتنمشيو وتنجيو ما بغيناش نعرضوا القياده الجهويه للخطر. بقينا احنا جوج ديال الشهود وانا والاخرين دليت بالاسماء ديالهم لتستدعيهم النيابه العامه عندما يكون الملف في المحكمه، وطالبنا بمتابعه هذا الشخص على هذا الشطط هذا، كما ان عندنا محامي يقوم الان بالمساطر القانونيه اللازمه لمتابعه هذه الشركه ياك من هذا المكر ومن هذا الخداع ومن هذا الغش اللي احنا تعرضنا ليه وهذا النصب والاحتيال اللي تعرضنا ليه. الاخر فينا مخلص 100 مليون ولكن الشقه لا تساوي 10 ديال المليون. فيما يخص الشقق غادي تشوفوها بعينكم، التصدعات في الجدران، تصدعات في الابواب، تصبعات في البنيه التحتيه ديال الكراج. الولوج يستحيل، انا كنقولها الولوج يستحيل على ايرتون سينا
انه يدخل سياره لبعض الاماكن المخصصه اللي ركن السيارات التابعه لبعض الشقق. يستحيل الدخول. انا كنقول لك اير طنسينا الى ناض من القبر ما يدخل السياره للمرآب. غادي تشوفوا بعينكم مرآب مستحيل خصو يدخل في ديفيغينيز. الحيوطه كيتشقوا. الماء خلانا بلا ضو ومشى من شهر 12 الضو ما خالصش جات الورقه الحمراء غادي تقطع. الحيوط غيريبوا علينا. السقوفه ديال القبص غادي يطيحوا علينا. ناهيك على اشياء اخرى غادي يعرفوها احسن مني المختصين اللي غادي ترسلهم قريبا للمحكمه باش يديروا المعاينه ديال هاد الضرر اللي حنا تنعينيوه. كنا في هاد لا ريزيدونس ما كاينش اللي ما عندوش الضرر. الشقه وغادي تشوفوا الصور من البالكونات هنا كيبدا. شوف انت هالبالكون هالبالكون اخر بعينك غادي تشوف كارثه. هادشي اللي كاين. المكتب ديالهم راه مسدود. الا مشيتي دابا للمكتب من نهار 3 في شهر 3 مسدود المكتب. اجور الموظفين اللي عنده مشغول وهذاك لكن تما ما مدفوعينش. هاد الحديقه اللي كتشوفها ما ديالناش ديال المجموعه الحضريه وكيطالبنا نعطيو فيها 7 مليون في العام. رفضنا طبعا. عندها جمعيه تسيرها اذا يمكن نديرو هبه الا بغينا حنايا الجمعيه. كيبيع بها الوهم للناس. المكتب ديالو مسدود ما كاينش معاه منتظر. درنا المعاينه العينيه ديال المجرده ديال المفوض القضائي راسناهم ولم يجيبوا. سكوت تام. لا شيء كيقول لك كي والو ما تخافوش. قلت لي لا نخافوا. خافوا على راسنا ونخافوا على ولادنا. قال لك فين ما كندوي مع سيدي تيقول لك هاد الشقوق كاينين في القصر ديال سيدنا الله ينصرو. علما انه هو حاشا ولله ان تكون له الصلاحيه ينطق هذاك المكان فمو. وتحمل مسؤوليه ما اقول. وعندي 12 شهاد او يزيد كنا مجتمعين. قال لنا صدعتوني الشقوق كاينه في القصر الملكي. قلت لي لا باقي تجد معنا هاد الهضره ما تبقاش تجينا. الله يجازيك بخير. بزاف عليك واش درع القصر الملكي. سير درع على براكسكم اللي كبر فيها باش يجي يقول لنا لا القصور القصر فيه الشقوق قبلوه. ما عم تشاور فين شافوه هو. فين ما نجيو معايا يقول لك لا الملك سيدنا القصر الملكي كيدعي اشياء خطيره جدا عليه. وعندي الشهود راه 12 شهاد واكثر. يعني ماشي داوي من فراغ. 12 شهاد مستعده تستمع لاي جهه قانونيه وامنيه في المغرب ان السيد فين ما تنديو معاه كيبدا يقارن الاقامه بالقصر الملكي. واخذ الناس مع الناس الفلوس في ليزافونس هنا في المكتب وفي الاخر ما رداتهم لي لا الموثقه لا الشركه. مسلف من عند عباد الله الاخر واخذ من عنده 2000 درهم. غير ما يلقى ما يدار يتم جاي هنا بدا يستعرض العضلات ديالو على الموظفين وعلى بعض السكان. وحنا كنحشمو كنحشمو كنحشمو. ملي وقفنا عند حد وقلنا ليه شكون انت نعم سيدي؟ تدار بين هاد الشكايه الكيديه ديال انني انا شتمتو علما انه هو ضربني وكيشهد. ماشي شاهد ولا جوج صحابي 33 شاهد اللي كانوا هنايا 18 كانوا في الارض والباقي كانوا في النوافذ كيتفرجوا. عيالات ورجاله واقفين هنا والسيد كيخسر بالهضره في السياره ديالو وديماره مشي. هادشي خصو يحبس. وراه الاقامه راه ما عندهاش ملجا ديال لي سيت سكور. راه هادي ما يدخلش هاد الباب هذا هو اللي كاين وحيد اللي كاين. هذا راه ما يدخلش امبيلونس. هذا راه ما يدخلش الكاميو ديال البومبيه. اتساءل شكون اللي عطاه البيرمي دابيتي؟ فينا هي الوقايه المدنيه؟ فينا هي المسؤولين على العمران في البلاد؟ هذا راه خصو تحقيق. هادشي كلشي فويت. الشقق الحيوط كيطيحوا بودرات كيريبوا علينا. باركينغ يستحيل الولوج الى الباركينغ. انا كنقول لك نوض اير طنسينا من القبر قول لي تعالى دخلها. والله لا دخلها. خاص يدوزوا البيرمي لعباد الله في هذاك الباركينغ التحتاني. كلمه الاخيره بيننا وبينهم القانون. ما يبقاش يجي هنا يستعرض علينا العضلات. الا عنده شي حاجه يمشي للقانون. لا محل له هنا لان لا صفه له. نحن نطالب بان هذيك الشركه تجاوبنا على المراسلات اللي صيفط لها المحامي ديالنا. هذا هو اللي كاين. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تفعلوا الجرس وتتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي باش يوصلكم دائما جديد صوت العداله.